اعتبر وزير الخارجية والمقتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب اعتبر أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. جاء ذلك خلال استقبال بو حبيب للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت. أكد الوزير أن التطرف الإسرائيلي يجلب الكوارث، مثمنا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرا أنه يمثل تعبيرا عن الصوت الأخلاقي والإنساني دفاعا عن الأطفال والمدنيين في غزة.